يدخل منتخب إسبانيا مباراته المرتقبة ضد نظيره الألماني في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية بثقة منقطعة النظير بعدما قدم أوراق اعتماده رسميا كأحد أقوى المرشحين للتتويج باللقب. وستعيد المباراة إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نهائي نسخة المسابقة عام 2008 بالنمسا وسويسرا والتي عرفت تتويج الماتادور الإسباني. فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا بحق المدافع التركي ميريح ديميرال بسبب احتمالية سلوك غير لائق بعد احتفاله بالهدف الثاني جاء بلفتة مرتبطة بجماعة يمينية متطرفة، ليقرر الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق بحقه فيما يتعلق بارتكاب سلوك غير لائق، وفي حال إدانته قد يتعرض ديميرال للغرامة وربما للإيقاف. كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات المتعلقة بارتباط البرازيلي إيديرسون مواريش حارس مرمى مانسيتي بالانتقال إلى النصر السعودي، وكانت التقارير قد ذكرت أن النصر قد توصل لاتفاق مع إيديرسون للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضحت التقارير أن إيديرسون سيحصل على راتب سنوي مع النصر يقدر بحوالي 30 مليون يورو لمدة موسمين. تأهل المدافع عن اللقب الإسباني كارلوس ألكاراز للدور الثالث لبطولة ويمبلدون بتغلبه على الأسترالي ألكسندر فوكيتش، وفاز ألكاراز باللقاء بسهولة بثلاث مجموعات للا شيء بواقع 7-6 و6-2 و6-2. كتب مارك كافانديش فصلا جديدا في تاريخ سباق طواف فرنسا للدراجة الهوائية خلال المشاركة التي يتوقع أن تكون الأخيرة له في أكبر سباق للدراجات. الدراج المخضرم حطم الرقم القياسي طويل الأمد والمسجل باسم إيدي ميركس لأكبر عدد من الانتصارات في مراحل طواف فرنسا بتسجيل فوزه 35 في سان فول باس.